السلام عليكم مرة أخرى. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا مراجعة لدرس الإحصاء. دونك هذا الدرس الإحصاء شفتوه، كاين بعض التلاميذ اللي شافوه في الأولى إعدادي بروميير أسي السنة الفائتة، وكاين اللي ما شافوش لأنه كيكون من الدروس الأخيرة في المقرر. دونك ما علينا، دونك هذه السنة هذه إن شاء الله غنحاولوا نديروا المراجعة ديالو مع بداية السنة، وغادي نقراو غادي نعاودوا نشوفوا هذا الدرس بالتفصيل في هذه السنة إن شاء الله، لأنه هذا الدرس هذا مهم ومتبوعين به ان شاء الله. دونك على ايه نتابعوا معايا ان شاء الله باش تحاولوا تفهموا واحد المفاهيم جديده، باش ان شاء الله ملي نبداو الدرس هاد السنه ان شاء الله تلقاو راسكم عندكم ديك المفاهيم وما فاتكمش. دونك على بركه الله، اول حاجه غنبداو بها هي كيفاش كنحسبوا النسبه المئويه. دونك قاعده واحد، تطبيق النسبه المئويه، مثلا اكس في المئة على العدد ان هو حساب هذه العلاقه ان كنضربها في اكس على لامية سي بون. دونك مثلا قسم يحتوي على 40 تلميذ يوجد 60% من الإناث، دونك 40 هي ان، 60% من الإناث هي اكس، دونك 60% هي اكس، وكنقسم على 100 سي بون. دونك حنايا شنو بغينا نحدو هنايا؟ لنحدد عدد الإناث والذكور. دونك الا بغيت نعرف عدد الإناث شنو كناخذ؟ كناخذ 40 اللي هو ان، تنضربها في 60% اكس لي 60% من الاناث، وتنقسمها على 100، دونك خرج لي 24. دونك هنا هذا القسم فيه 24 من الاناث. اذا 24 من الاناث بغيت نعرف شحال عدد الذكور، شنو غناخذ؟ ناخذ ديك 40 تلميذ كامل ونقسم من 24، دونك خرج لي 16. اذا هذا القسم هذا فيه 24 من الاناث و16 من الذكور سي بون. دونك الا بغينا نعرف ما هي نسبه عدد الذكور، دونك نسبه عدد الذكور سهله، دونك راه هي 60% ناقصها من 100% تلقى هي 40%، دونك عدد الذكور هو 40%. هذا سؤال اضافي. دونك نشوف المثال الثاني. هنا بالنسبه للتخفيض، كم سندفع لشراء كتاب ثمنه 24 درهم اذا كنا سنستفيد من تخفيض قدره 10%؟ لنحدد قيمه التخفيض. دونك هنا نفس العلاقه، كنشد ان اللي هو 24 درهم تنضربها في البورسونتاج ديال التخفيض، دونك في 10% تنقسمها على 100، دونك خرج لينا هي 2.4. دونك 2.4 هي لو بري دو لا ريدكسيون، دونك هي قيمه لا فالور دو ريدكسيون، هي قيمه التخفيض سي بون. دونك باش نعرف انا شحال غنشري الكتاب بالثمن الجديد، غناخذ الثمن الاصلي اللي هو 24 ونقص منه 2.4. دونك الثمن الجديد بعد التخفيض او لا سندفع لشراء الكتاب هو الثمن هو 21.6 سي بون، لاننا نقصنا منه الثمن ديال التخفيض اللي هو 2.4 درهم. برافو. دونك اون باس ا واحد القاعده اخرى، اذا كان العدد بي يشكل اكس في 100 من العدد ا فان اكس كتساوي بي على ا في 100. دونك غادي نشوفوا التطبيق باش تفهموا اكثر. دونك عندنا منزل مساحه ديالو 90 متر مربع سي بون، منزل مساحه ديالو 90 متر كاري، به حجره مساحتها 20 متر كاري بون. لنحدد النسبة المئوية التي تمثلها مساحة الحجرة من مساحة المنزل. دونك عندنا مساحة المنزل 90 متر كاغي، راه كتعطينا 100%، دونك بغينا الحجرة وهاديك الحجرة فيها 20%، بغينا نشوفو شحال كت هاديك العشرون متر مربع شحال كتمثل لينا النسبة ديالها من هاديك مساحة المنزل. دونك ساهلة، كناخد دائما هاديك المساحة ديال الحجرة الصغيرة كنقسمها على المساحه الكبيره وتنضربها في 100 وكيخرج لي البورسونتاج سي بون. كناخذ المساحه الصغيره اللي باغي النسبه ديالها كنقسمها على المساحه الاجماليه ديال المنزل وتنضربها في 100، دونك المساحه الحجره تمثل 22.22%. مثال ثاني، دونك هنايا عندنا 125 كيلوغرام من القمح تعطي 93.75 كيلوغرام من الدقيق. لنحسب النسبه المئويه التي يعطيها القمح من الكتله الدقيقه. دونك عندنا واحد 125 كيلوغرام من الدقيق ملي كنطحنوا نديو المطحنه ويطحن ويتغربل، دونك يكون عنده الكسور كيطيح شي شويه كيضيع في المطحنه، كذلك كتحيدوا النخاله تيتغربل، دونك تيبقى لنا غير القمح داك الدقيق صافي، دونك 93.75 كيلوغرام، دونك راه نقاص بزاف سي بون. غنشوفوا النسبه المئويه اللي نقصات مفهوم. دونك اولا غنشوفو شحال كتعطينا النسبة المئوية سي بون. اذا كناخد داك القيمة داك الكم داك الكتلة ديال الدقيق اللي حصلنا عليه كنقسمها على الكتلة الاجمالية ديال القمح في الاول وتنضربها في 100، دونك خرج لنا هي 75%. دونك هاد الطحين هاد القمح هذا ملي طحن
وتغربي له كذا وهذا، خرجت لينا غير 75%، دونك تعطينا 25%. سي بون بون، طحنو غربل ياك، سي بون. دونك برافو. دونك الاحصاء، بدنا ندخل الاحصاء. دونك جمع المعلومات وتنظيمه. المعلومات الاتيه تتعلق بفرض ولا بنقط فرض محروس في ماده الرياضيات. دونك هنايا الظاهره المدروسه هي غندرسوا ونديروا الاحصاء لواحد الفرض اللي تقام في واحد القسم. مثلا القسم ديالكم انتوما كسب في واحد القسم، دوزتوا واحد الفرض ماده الرياضيات، راه كله شحال غيجيب؟ ماشي كلشي غيجيب نقطه واحده، كاين اربعه تلاميذ غيجيبوا نقطه، جوج تلاميذ غيجيبوا واحد النقطه، بحال بحال، خمسه اتسيتيرا. بون شوفوا هنايا، دونك هنايا نبداو بالميزه النقطه 14. دونك اول حاجه كنمشيو كيفاش كنديروا جدول الاحصائي. جدول الاحصائي كندير فيه النقط اللي هي الميزه وعدد التلاميذ اللي هو الحصيص. دونك كنشوف النقطه 14 شحال تعودت ليا من مره، يعني شحال من تلميذ جاب ليا النقطه 14. دونك الا مشينا نشوفوا هذوك المعلومات اللي عندنا تما، هذوك الارقام راه 14 معوده 3 مرات، اذا 3 تلاميذ جابوا النقطه 14. اذا هذيك 3 تلاميذ كيتسمى الحصيص، وهذيك النقطه 14 كتسمى الميزه. نمشيو للنقطه 13 كنلقى جوج تعودت ليا 13 جوج المرات، اذا 13 كتسمى الميزه، وهذيك جوج المرات جوج تلاميذ جابوا ليا 13، هذوك جوج تلاميذ كيتسمى الحصيص، وهكذا. 12 غادي نمشيو 12، عندنا اربع تلاميذ اللي جابوا 12 النقطه 12، اذا 12 تسمى الميزه واربعه كتسمى الحاس، وهكذا. سي بون. كذلك كنديروا طابلو اخر لتحت اللي كنديروا فيه الحاصيص المتراكم، وكذلك عندنا التردد ثم التردد المتراكم ثم النسبه المئويه ايتترا، هادشي كلشي غادي نشوفوه ان شاء الله في التمارين. سي بون. دونك المفردات، مفردات اذا الساكنه الاحصائيه هي الاشخاص الذين اجريت عليهم عمليه الاحصاء. في هذا المثال الساكنة الإحصائية هم التلاميذ الذين قاموا بإنجاز الفرض المحروس. الميزة هي الحالة المدروسة. في هذا المثال الميزة هي نقط الفرض المحروس، والحصيص هو عدد التلاميذ لكل ميزة. في هذا المثال حصيص الميزة 12 حصيص زائد هو 4، والميزة 5 الحاصل زائد 1. الحاصل الإجمالي هو عدد الأشخاص الذين أجريت عليهم عملية الإحصاء. في هذا المثال الحاصل الإجمالي هو 37، يعني عدد التلاميذ كامل هو 37 تلميذ. مزيان. دونك الآن سنمر إلى التمثيل المبياني. دونك هناك التمثيل المبياني، هناك أنواع من المبيانات. دونك أول حاجة سنبدأ بالمبيان العصوي. سي بون. عندنا الميزة دائما تنديروها في المحور أفقي سويفون، يعني تابع الإكس، كتكون بحال إي في بلاس إكس. وعندنا الحصيص دائما تيكون مع إيكغيك، يعني في المحور العمودي. إذا كان ناخد واحد التدريجات متقايصة، يعني السلم. سي بون. كنمشي به مثلا، هنا مشينا كل واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني هذوك النقاط مثلناها في المحور الأفقي، مشينا بدينا بواحد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إتسيتيرا، حتى 14 النقطة اللي عندنا. وبالنسبة كذلك عدد التلاميذ حتى هما بدينا من واحد، لكن هنا عندكم الاختيار نتوما، يعني أنت كتخصك تعرف كيفاش تتعامل مع كل ميبيان. سي بون. وهادشي كيجي مع الخدمة. إلا حاجة واحدة اللي خصك ما تبدلهاش، هي أن الميزة دائما راه كتكون في المحور الأفقي، والحاصيل كيكون في المحور العمودي، ما تبدلوهمش. دائما الحاصيل عقلو عليه كيكون مع إيكغيك، تابع لإيكغيك، والميزة كتكون تابعة لإكس. دونك ما تبدلوهمش، إلا بدلتوهم غيخرج ليكم داكشي خطأ. كنمشيو كذلك المخطط بالقضبان. نفس الخدمة تقريبا، دائما الميزة راه كتبقى هي في المحور الأفقي، والحاصيل في المحور العمودي. غير هنا شوف كيولا عندنا واحد الاختلاف آخر، تناخدو بالقضبان تكون عندنا على شكل شي بحال مستطيل طويل. دونك يكون عندنا هنايا واحد عنده واحد العرض وعنده واحد الطول. سي بون. تيكون بحال هكا وتلونوه. دونك هذا كيتسمى المخطط بالقضبان، وهادشي درتو في الاجتماعيات. دونك غندوز كذلك المخطط القطاعي. دونك هنا في شويه الخدمه، ردوا معايا البال. دونك هنايا بالنسبه لدوك التلاميذ، دوك التلاميذ اللي حصلوا على ديك النقط، قسمناهم الى اربع فئات. سي بون. اربع فئات. هناك فئه جابت واحد النقطه محصوره ما بين 4 و7، هناك واحد الفئة جابت النقطة محصورة ما بين 7 و 9، هناك واحد الفئة حصلت على النقطة ما بين 9 و 11، هناك واحد الفئة حصلت على النقطة ما بين 11 و 14. سي بون. ما هو عدد التلاميذ الذين حصلوا على
نقطة محصورة بأربعة وسبعة هو سبع تلاميذ، والتلاميذ الذين عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة محصورة ما بين سبعة وتسعة هو ثمانية تلاميذ، وعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة محصورة بين تسعة و11 هو تسعة تلاميذ، وعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة محصورة بين 11 و14 هو 13 تلميذا. سي بون. دونك النسبة المئوية بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على 7 هي 19%، بالنسبة اللي حصلوا على 8 هي 22%، بالنسبة اللي حصلوا على نقطة سعود، بالنسبة اللي حصل عدد التلاميذ يعني اللي حصلوا على النقطة محصورة ما بين 4 و7 هو 19%، وعدد التلاميذ اللي حصلوا على النقطة ما بين 7 و9 هو 22%، وعدد التلاميذ يعني النسبة المئوية باردون النسبة المئوية ديال التلاميذ اللي حصلوا على نقطة محصورة ما بين 9 و11 هو 24%، ونسبة المئوية للتلاميذ اللي حصلوا على نقطة ما بين 11 و14 هي 34%. دونك أكبر نسبة اللي كانوا أكبر نسبة ديال التلاميذ هما اللي حصلوا على نقطة ما بين 11 و14. مزيان. دونك هذا القسم مزيان لا بأس به. دونك قياس الزوايا، دونك هنايا باش كنبغي ندير المخطط القطاعي تناخد دائرة، وكنعرف أن دائرة مجموع قياسية هو 360 درجة. سي بون. هو 360 درجة. دونك شنو كندير؟ كناخد مثلا عدد التلاميذ اللي حصلوا على نقطة محصورة بين 4 و7، كناخد هما 7 تلاميذ، كنشد هذيك 7، هذيك 7 كنقسمها على 37، يعني 7 راه كتمثل لي الحصيص، 7 كنقسمها على الحصيص الإجمالي اللي هو 37 وكنضربها في 360. دونك الى اسمع كلامي وسير طبقها. دونك كنشد 7 كنقسمها على 37، الحاصيل اللي هو 7 مقسوم على الحصيل الاجمالي هو 37 وكنضربوه في 360، دونك يخرج ليا هو 68%. سي بون. يخرج ليا هو 68 في 100. مفهوم. كنمشي كذلك بالنسبه لعدد التلاميذ الاخرون، مثلا 8 تنقسمها على 37 وتنضربها كذلك في 360، وهكذا وانا غادي كنغلق هي هاد الاخرى تي غنمثلها، وكنمشي كذلك ناخذ 9 كنقسمها على 37 وكنضربها في 360 وكناخذ الزاويه وكنرسم المخطط القطاعي ديالي. فوالا راه عندكم ا اللي هو راه مكتوب عليه ا، سي بون. عندك بي راه هو 22% مكتوب عليه، السي راه هو اللي مكتوب عليه هو سي، دي راه مكتوب عليه دي. دونك هنا كيفاش كتمثل هذا الشيء؟ الزاويه اللي خرجت لك كتشد وكتمثلها بالمنقاله ديالك. سي بون. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون الشرح مفيد، ولا كان شي تساؤل مرحبا في الخاص، احنا ديما معكم. يلا بون شانس، الله يوفقك.